موضوعنا اليوم رح نحكي من سفر رعوث. حقيقة سفر رعوث من أجمل الأسفار اللي أنا بتمتع فيهم كتير، لأنه كل شيء بتقروه، اللي مش قاري بعد سفر رعوث روح اقراه هلأ، بس نروح على البيت راه وعيده، لأنه رح تنتبه وتشوف كل شيء فيه صورة عن علاقة المسيح مع الكنيسة، صورة مباركة عن علاقة المسيح مع الكنيسة، ورح تتمتع فيها. رح نقرأ مع بعض، نفتح كتبنا على سفر رعوث الأصحاح الثاني ابتداء من العدد الأول إلى عدد 16. وكان لنعمي ذو قرابة لرجلها جبار بأس من عشيرة أليمالك اسمه بوعز. فقالت رعوث المؤابية لنعمي: دعيني أذهب إلى الحقل وألتقط سنابل وراء من أجد نعمة في عينيه. وشو قصده هون بموضوع تروح تلتقط بالحقل؟ بتتذكروا خبرتكم عنه أول مرة، واللي بيعرف الكتاب المقدس طبعا بلويين 25 بيحكي عن موضوع شريعة الفقير. بهذاك الوقت الرب حط شريعة حتى الفقراء يقدروا ياكلوا، قال لهم لأصحاب الحقول إنه أنتوا عم تشيلوا هالحصاد، خلوا شوي كرمال الفقير لما يجي وياخد وراكم. وهي كانت عم تطبق هالشي هيدا. فقالت لها: اذهب يا ابنتي. فذهبت وجاءت والتقطت في الحقل وراء الحصادين. تبوا لها العدد هيدا: فاتفق نصيبها في قطعة حقل لبوعز الذي من عشيرة أليمالك. وإذا ببوعز قد جاء من بيت لحم وقال للحصادين: الرب معكم. فقالوا له: يباركك الرب. فقال بوعز لغلامه الموكل على الحصادين: لمن هذه الفتاة؟ عينه انتبهت له. فأجاب الغلام الموكل على الحصادين وقال: هي فتاة مؤابية قد رجعت مع نعمي من بلاد مؤاب، وقالت: دعوني ألتقط وأجمع بين الحزم وراء الحصادين. فجاءت ومكثت من الصباح إلى الآن، قليلا ما لبثت في البيت فقال بوعز لرعوث: ألا تسمعين يا ابنتي؟ لا تذهبي لتلتقطي في حقل آخر، وأيضا لا تبرحي منها هنا، بل هنا لازمي فتياتي. عيناك على الحقل الذي يحصدون واذهبي وراءهم. ألم أوصي الغلمان أن لا يمسوك؟ وإذا عطشت فاذهبي إلى الآنية واشربي مما استقاه الغلمان. فسقطت على وجهها وسجدت إلى الأرض وقالت له: كيف وجدت نعمة في عينيك حتى تنظر إلي وأنا غريبة؟ فأجاب بوعز وقال لها: إنني قد أخبرت بكل ما فعلت بحماتك بعد موت رجلك، حتى تركت أباك وأمك وأرض مولدك وسرت إلى شعب لم تعرفيه من قبل، ليكافئ الرب عملك، وليكن أجرك كاملا من عند الرب إله إسرائيل الذي جئت لكي تحتمي تحت جناحيه. فقالت: ليتني أجد نعمة في عينيك يا سيدي، لأنك قد عزيتني وطيبت قلب جاريتك، وأنا لست كواحدة من جواريك. فقال لها بوعز: عند وقت الأكل تقدم إلى هنا وكلي من الخبز واغمسي لقمتك في الخل. فجلست بجانب الحصادين فناولها فريكا، فأكلت وشبعت وفضل عنها، ثم قامت لتلتقط. فأمر بوعز غلمانه قائلا: دعوها تلتقط بين الحزم أيضا ولا تؤذوها، وأنسلوا أيضا لها من الشمائل ودعوها تلتقط ولا تنتهروها. ليبارك الرب كلمته لقلوبنا بهيدا الوقت. سفر رعوث من ما قلت لكم سفر مليان كثير بالدروس الروحية لنا، وهو وسفر أستير هني السفرين الوحيدين اللي مكتوبين بأسماء نساء. رعوث أممية وتتزوج يهودي، وأستير يهودية وتتزوج أممي، ولكن بالحالتين الرب افتقد وخلص شعبه. بأول حالة، بحالة أستير، تعرفوا القصة، يعني كان مشروع إبادي لكل شعب الله، ولكن تدخل أستير جعل الوضع يتغير وافتقد الرب شعبه وخلصه. وأيضا بحالة رعوث الحقيقة من نسلها يأتي المسيح يلي هو مخلص العالم له المجد. أحداث هذه القصة بتحصل بأيام القضاة، حكم القضاة، وكشي في شيء معروف عن القضاة هذاك الوقت أو هذاك الحكم أو هذاك العصر. بيقول: حيث لا ملك في إسرائيل، وكان كل واحد يعمل ما يحسن في عينيه. يعني فوضى روحية، يعني فوضى سياسية، فوضى اجتماعية، ولكن بالرغم من هذا كله الرب لا يترك نفسه بلا شاهد. بنشوف بهذا المقطع، هذا السفر حقيقة قصة حب، love story، وأيضا قصة حصاد.
تماما مثل ما الرب عمل وعم يعمل في هيدي الأيام. قصة الحب العجيبة مش هيك ظهرت وين؟ قد تجلت في الصليب، قد رواها لي حبيبي بالدم الغالي الثمين. وأيضا قصة حصاد، لأنه الرب قال، تذكروا لما كان على الأرض رب يسوع شو قال؟ الحصاد كثير أما الفعلة فقليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة لحصاده. فإذا هيدي قصة الحصاد، وهالقصة هون قدامنا منشوف بوعز يلي هو يرمز إلى المسيح، يرمز إلى المسيح. منشوف قصة الفداء بكل معانيها بصراحة 3 و4، كيف بوعز فدى رعوث، وهيك الرب أيضا بيفدي كنيسته. مش هيك قلت لكم لما تقروها بتتمتعوا فيها كتير، شوفوا كيف هالعلاقة بين المسيح والكنيسة. مش قصدي إذا اليوم أتكلم عن الفداء الحقيقة، مع أنه موضوع رئيسي بهذا السفر، ولكن أتكلم بنعمة الرب عن القداسة، عن القداسة في كل ظروف حياتنا، المنيحة ومش منيحة، المريحة ومش مريحة. ورح أتعرف على 3 شخصيات من الرنام، 3 شخصيات فقط، يلي منشوف كل واحد شو علاقته في القداسة وكيف عم يتمتع بالقداسة إذا كان عم يتمتع. شخص ما تمتع بالقداسة وفقد امتياز كتير كبير، وشخصين عاشوا القداسة في وسط ظروف مختلفة وأيضا صعبة. أول شخص حنشوفه مع بعضنا هو نعمي. نعمي بحط حد عنوان القداسة المفقودة. نعمي والقداسة المفقودة. القصة بتبلش بحدوث الجوع الشديد في بيت لحم يهوذا. وأنا من الأشخاص يلي كتير بحب أفحص معاني الأسماء، لأنه بعتبر أنه لا شك أنه أوقات يعني الأسماء معمولة بوقت كان لحتى تعطي تمثل شيء آخر أو تفرجي حالة معينة. مثلا بصموئيل 1 صموئيل 4 كانت كنة عالي حبلة، ولما سمعت هي مرأة فينحاس ابنه، كان ابنه مات، ولما سمعت أنه أخذوا تابوت العهد الأعداء دغري قال ولدت وركعت في الأرض وولدت، وحذروا شو سميت اسمها، اسم ابنها إيخابود، أي لأنه قال قد زال المجد من إسرائيل. فإذن كان في قصد يسمي الاسم لحتى يكون يمثل حالة معينة. مش لازم نروح بعيد كتير، في ناس كتير بيرحنوها أوقات أكتر من اللازم. في كتير ناس بيزيدوها، في ناس مثلا، في شخص أنا بعرفه كان بس تلاقي فيه على طريق فادي شفتك أنت اسمك فادي، شو قصد الرب يقول لي اليوم؟ يعني صارت العملية شوي كتير خيالية وبعيدة. إذا مثلا في شخص تاني كان يحب بس يقرأ الكتاب المقدس بطريقته على طريقته بشكل معين، هو قرر أنه هيك كل يوم الصبح لازم يفتح الكتاب المقدس على العمياني، يحط أصبعه على محل معين، والآية اللي بيقراها بتكون هي شعاره لليوم، فمفكرين أنه هيدي هي الطريقة اللي حتى ننمى في علاقة مع الرب. للأسف هيدا سائب مرة قبل بنهار كان عامل صفقة مرتاحة ومبسوطة ومبسوط منها ماديا، يعني عامل منها شيء. قام تاني نهار الصبح انفتح الكتاب المقدس، حط أصبعه عليها، طلعت له الآية يا غبي يا غبي الليلة تطلب نفسك منك وهذه التي أعددتها لمن تكون، فيا حرام يعرق عرق مسقع كل نهار، مش عم يقدر يطلع من البيت، خايف مش عارف أي ساعة رح يموت. لا، لأنه ركب هالحقيقة هيدي براسه وصارت حقيقة وعيش فيها. لا، خلينا بس نركز على الأسماء، معاني الأسماء، لأنه أوقات فيهن بركة لنا. مثلا نطلع باسم بمعنى بيت لحم، معناتها بيت الشبع، بيت الشبع، بيت الكفاية. ويهوذا معناتها الحمد، الحمد والشكر. بل هل هيدا أمر طبيعي إذن يكون في جوع في بيت الشبع والحمد؟ إذا بتقروا سفر القضاة بتشوفوا أنه الجيل الماضي بلشوا بعبادة الله، العبادة المضبوطة الحقيقية، بس بعد فترة تحولوا إلى فساد روحي وعبادة الأوثان. وكل ما كانوا يستخلوا للرب من دي ممكن الرب يخلصهم بواسطة القضاة، كانت هالدوامة عطول موجودة. الشعب بيكون مع الرب، بيتراجع عن الرب، الرب يبعث له قصاص، بيرجع الشخص الرب بيتوب، بيبعث لهم قاضي ليخلصهم.
وهذا الجوع هو أكيد نتيجة دينونة على هذا الشعب، لأنه بالكتاب المقدس مذكور 13 جوع موجودين في الكتاب المقدس، وكل مرة كان دينونة من الله. منشوف هون قصة عائلة مؤمنة، عائلة عادية، وصلت لدرجة ما عادت توثق بقى بأنه الله قادر يحفظهم في بيت الشبع، فرحلوا إلى بيت العار يلي هو مؤاب، حيث لا خوف الله ولا اسم الله ولا عبادة الله. واسم الرجل كان ألي مالك. حذروا شو معنات اسم ألي مالك. الله ملكي، الله ملكي. وأنا بتخيله هو عم بيروح على الشغل كل يوم، ناس عم يطلعوا فيه، يا أخي الله ملكي جاي من بيت الشبع، شو جاي تعمل عنا، شو جاي تعمل عنا بمؤاب؟ هيدي الحالة اللي وصلوها هيدي العيلة وراحوا إلى مؤاب. اسم حلو ولكن شهادته ما كانت حلوة. راحوا إلى مؤاب، مش راحوا لهونيك، وأيضا استقروا هناك وبقوا هناك. كيف كانت حياتهم يا ترى؟ صحيح مركزهم قديسين، بس وضعهم وحالتهم كانت القداسة عم تختفي شوي وشوي من حياتهم، وتأقلموا مع مؤاب. وهي أصعب وضع لما يتأقلم الواحد مع الحالة الغلط. ونعمي زوجت أولادها محلون وكليون، اثنين من بنات العالم، مع العلم أنه بتثنية 7:3 هذه وصية واضحة كانت. الرب يقول للشعب عن 7 شعوب مش لازم يصاهروا منهم: البنتك لا تعطي لابنه وابنته لا تأخذ لابنك. وواحد منهم هالشعوب هني مؤاب. فإذا أمتى بيفشل المؤمن بطاعة وصية الرب؟ لما بيترك بيت الرب ويعيش في العالم، لما بيترك المراعي الخضر ويروح على اليابس والقحط الموجود في العالم، لما بيترك شركة القديسين وبيفضل شركة أهل العالم. مش هيك بيقول مزمور 16: القديسون في الأرض والأفاضل كله، مش ربعة ولا نصة، كله مسرتي بهم. وهونيك في هديك الأرض بتصير العيون تشتغل لما القلب يصير يتعلق بالعالم. بيقول سليمان: عناك تنظران الأجنبيات وقلبك ينطق بأمور ملتوية. امرأة لوط تعلقت بصدوم وما قدرت تتركها حتى طلعت إلى الوراء، وبتعرفوا شو صار فيها لما طلعت إلى الوراء. شمشون بقضاة 14 قال لهم لأهله، رحنا عند أهله، قال لهم لقيتها، لقيت للعروس. امرأة من وين؟ من تمنة، مش من شعبه. خلص بريق جوزها، خلص ركبت براس بريق جوزها. قال لأنها حسنت في عيني، بس لأنها حسنت في عيني. ما أصعب العيون لما يتعلقوا بهيدا العالم. رب يحرسنا من العالم ومن شهوة العيون، ويعطينا الرب أن قلوبنا تتعلق بشخصه ونكون قديسين. أنا بتخيل لما كان الرب عم بيخبر قصة الابن الضال، كان نعمي بباله وقال لي مالك. صحيح أنه بلوقا الابن الضال بيروح للخنازير، بس بيقول أقوم وأرجع إلى أبي. وفي من أولاد الله يلي بيروحوا وبيطولوا، بس هيدي العائلة طولت كتير حتى مات الرجل والولدين. أنا بعرف شخص بلبنان هلأ عم يخدم بالكنيسة بلبنان، بكنيسة المتحف، اسمه الأخ جوزيف. هو خبرنا أول ما آمن كان شاب طلعته هيك مبسوط بالرب، بعدين ترك الرب وبعد وراح. وحذروا قد غيب عن الرب، 25 سنة، 25 سنة بعيد عن الرب. بس هو خبرني كل يوم كان أصعب من يوم. 25 سنة مش مبسوط، مش مرتاح، متضايق، متألم، لحتى يوم الأيام راح لحتى يشتري علبة دخان من الدكان، عطاه مصاري، قام ردله هيداك مصاري، ردله 25 لأيام الأيام الليرة، 25 ليرة. عم بيجي له ويضبه بجيبته، طلع عليها مكتوب شيء، طلع مكتوب بالأخطر هيك: يسوع بيحبك. هو بالمحل قاعد يبكي، إجا يهديها، شو بيك، شو صار لك، مش فاهمين عليه. صار يبكي، ومن هداك الوقت جدد علاقته مع الرب ورجع لعند الرب. بكلمة بسيطة رجع لعند الرب. بيطوله صحيح، ولكن الرب يتعامل بعصا، إما عصا المحبة وإما عصا التأديب. ببلش بعصا المحبة مش هيك، ولما ما تنفع ببلش بيرجع بيشتغل بعصا التأديب. برسالة يوحنا الأولى صح 5 بيقول: توجد الخطية للموت وتوجد خطية ليست للموت. حنانية وصفيرة بتتذكروا خطيتهم، كانوا خطية الموت، خطية للموت كانت كذبة، هي خطية الموت تبعهم كانت كذبة على الروح القدس. ما بعتقد إنها اليوم هيدي خطية للموت، ولكننا عم كل الوقت عم نقضيها تعزية ببعضنا البعض.
نشكر الله أنه رب يعطينا نعمة وبيتصرف معنا بطريقة يرجعنا بس نبعد عنه. خطيئة أليمالك ونعمة أنه مطولوا بمؤاب، والرب أبقى نعمة بهدف ترجع تعيش حياة الشبع وحياة القداسي وتجيب معها رعوث اللي من نسلها رح يجي المسيح بحسب الجسد. الرب يعطينا أنه نعالج خطيئتنا بسرعة يا أحبة ونرجع للرب. ابن العالم اللي ما اختبر المسيح بيفرح في العالم وبياكل الخرنوب اللي موجود في العالم وبيفكر انه الخرنوب هو اطيب شيء، بس المؤمن ما بيفرح، اقوم وارجع الى ابي. بعض ولاد الرب بيكونوا حابين يرجعوا بس بيخافوا يرجعوا، بيخافوا يرجعوا لانه بيفكروا انه الله قاسي ومش رح يقبلهم، مثل قصه هذا الولد اللي ترك اهله وغاب عنهم وراح الى العالم وأمه وبيه حزينين جدا، وهو بهالفترة هيدي رجع حزن وقال آخ أنا حابب أرجع بس مش عارف إذا بيي رح يقبلني، مش عارف إذا أمي رح تقبلني. قام بعت لهم رسالة قال لهم ليكوا أنا قبلكم وأنا حابب أرجع لكم بس خايف، بس بهالتاريخ المعين بهالذات بهالتاريخ الوقت بالوقت ذاته رح أمرق من حد البيت إذا شفت معلقين على الحبل الغسيل شرشف واحد صغير أبيض بفهم أنه بدكم يرجع، إذا ما لقيته يعني رح فله ما رح أشوفكم بقى كل حياتي. إجا هيدا الوقت وهذا الشاب راح مرق حد البيت، طلع هيك حد البيت لقى كل شيء أبيض، السطح معبى شراشف بيض من ورا من قدام من يمين من شمال، عشب بيك عند الجيران هالميلي وعند الجيران هالميلي عبوله إياها كلها شراشف بيض. لما راح لعند بيو قال له انا طلبت منك شرشف واحد، قال له بركي ما شفته، بدي اياك ترجع. هيك الرب يتعامل معنا يا احبه، نرجع لعنده. بقصه الابن الضال لما 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 شافوا الاب راجع الابن ما قال هلا فرجيه جيبوا لي كرباش لحتى ربيه، جاب لي العار لاسمي وصرف لي مصرياتي. لا شو بقول الكتاب، وقع على عنقه وقبله وذبح له العجل المسمن، له كل المجد. نعمة المحبوبة المعزية هيدا معناتها كان بحاجة لمن يعزيها، وهون نعمة قررت ترجع لأنه سمعت أنه الرب افتقد شعبه واكتشفت أنه جوع الحقيقي هو في مؤاب. وهون متعرف على الشخصية الثانية في موضوعنا اليوم، هي رعوث. إذا النعمة القداسة المفقودة، ولكن رعوث القداسة المرغوبة المطلوبة الديزايرد، يعني ترجاها بتترجاها. هون على الطريق حاولت نعمة أنه تقنع عرفي مثل ما قرينا قبل شوي، حاولت تقنعهم لعرفي ورعوث أنه يعودوا إلى بلدهم. من الناحية البشرية فينا نقول معها حق، ما في لهم أمل في بيت لحم. ليش ما عندهم أمل؟ لأنه بحسب تثنية 23:3 بيقول لا يدخل عموني ولا مؤابي في جماعة الرب، وهني مؤابيات. إذن هالكنتين هني ملعونتين من الناموس وغير مقبولين في جماعة الرب. ولكن نعمة أهملت الحاجة الروحية تبع كل إنسان تبع هالشخصين هودي، قررت أنه تدفنهم مع الماضي تبعها، ونسيت أنه بحاجة أنه يتعرفوا هالشخصين هودي، يتعرفوا على الإله الحقيقي ويرجعوا عن عبادة الأوثان. هلأ لاحظوا معي الفرق بين عرفي وبين رعوث بعدد 9 و10 مثل ما قريخ أخونا قبل شوي. اثنيناتهم بكيو بحبوها لنعمي، اثنيناتهم قالوا لها نرجع معك إلى شعبك، ولكن عمليا قرار اختلف. عرفي عادت إلى بلدها، كانت حاطة إيدها على المحراث ولكن تنظر إلى خلف. بيقول بطرس الثاني عن هيك أشخاص ارتدوا عن الوصية المقدمة المسلمة لهم باثنين بطرس اثنين، ولكن رعوث بس هي اللي وحدها اللي ذهبت إلى بيت لحم. شوفوا تصريح رعوث بعدد 16، تصريح قوي، تصريح عملي، كله تصميم. أوقات كتير بنعمل تصريح من هذا النوع ولكن نفشل أنه نطبقها، ولكن رعوث حسبت النفقة وقدرت هالأمر هيدا وأخذت قرار قداسي. لك شو قالت؟ حيثما ذهبت أذهب
وحيثما بدي أبيت، يعني بدي ضلني معك، يعني إجري على إجرك، ما رح أدركك ورح لزق فيك، رح أقبل فقرك، رح أخدمك، ما رح أستغلك أبدا. شعبك شعبي، يعني عم بترك شعبي والأوثان، والآن أنتمي إلى شعب الله أنا. إلهك إلهي، يعني إلهك اختبرته وعرفته، هو إلهي ولن أرجع عنه. حيثما متي أموت، يعني رجائك رجائي، رجاء القيامة صار من نصيبي والأرض أرضي، ولن أترك هيدا النصيب. ما بدأ أمين؟ لن أترك هيدا النصيب. بكورنثوس الثاني إصحاح 7 بيقول لأن الحزن الذي بحسب مشيئة الله شو بينشئ؟ توبة لخلاص بلا ندامة. أما حزن العالم فينشئ شو؟ موتا، ينشئ موتا. لاحظوا أن التوبة مش هي الخلاص ولكن بتأدي إلى الخلاص، وهون اللي عملته رعوث. عرفي حزنة حزن العالم، ولكن رعوث حزنة بحسب مشيئة الله، واستفادت من هذا الحزن بخلاص مجيد. دخلت رعوث إلى بيت لحم مع نعمي رغم الصعوبات اللي نطرتها، شعب بعديها ما بطيئة، الشعب ما بطيئ، كل السلالة تبعها فقيرة معدمة، ظروف كل هذه مفروض تحطمها وتجيبها بالأرض، ولكنها دخلت بإيمان وعاشت أيضا بإيمان وقداسة. رعوث القديسة هدفها كان مجد الرب وطاعة الرب، سلمت أمرها للرب والرب كمل معها. امرأة مثل رعوث، تخيلوا معي هيك الوضع تبعها، بعدها بتكون صبية وعلى الأرجح جميلة، وبحسب وضعها كأرملة أول ما بتفكر فيه أنه يلا لازم فتش على نصيبي، وتوقع حدا في شباكها، وخاصة إذا كان غني في هذيك الضيق وهذيك الظروف الصعبة. ولكن مش رعوث، كانت مباركة من الرب وشهد فيها كل الشعب في بيت لحم، حتى هذا الشعب شهد بقداسة رعوث. سمع بوعش بيقول عنا بالعدد 11 قد أخبرت بكل ما فعلت بحماتك بعد موت رجلك. وعدد 12 اللي يكافئ الرب عملك وليكن أجرك كاملا من عند الرب. بعدين بإصحاح 3 وعرض 10 و11 قال فقال إنك مباركة من الرب يا ابنتي، لأنك قد أحسنت معروفك في الأخير أكثر من الأول، إذ لم تسعي وراء الشبان، فقراء كانوا أو أغنياء، والآن يا ابنتي لا تخافي، كل ما تقولين أفعل لك، لأن جميع أبواب شعبي تعلم أنك أمرأة فاضلة، تعلم أنك أمرأة فاضلة. فاضلة قديسة مباركة من الرب. رب يزيد الرعوثيات في الكنيسة وفي كل كنيسة بتحب الرب. رعوث من بعد ما فصل بينها وبين مؤاب نهر الأردن، الله أظهر لها نفسه، وهي بإيمان أطاعت وبإيمان شافت كفايتها بالله، شافت كفايتها بالمسيح. سؤال خير المؤمن، هل في نهر كبير بيفصلك عن العالم، ولا هيك جدول صغير، ولا ساقية، ولا أناية صغيرة فيك تفشخ ساعت اللي بدك وتروح؟ رب يحرسنا ويعطينا نعمة. ألمالك ونعمي كانوا في المركز القديسين، ولكن حالتهم ما كانت بحسب مركزهم، لكن رعوث كانت حالة ومركز، وهيدا فعلا من نعمة الرب. بمزمور 108 بيحكي الرب عن مؤاب بما معناه إنه مؤاب مكان الزبالة، مكان النفاية، ومن هونيك جاب رعوث. مين مذكركم هيدا؟ من هونيك جابنا نحن يا أحبة، المقيم المسكين من التراب، الرافع البائس من المزبلة. وإجمالا بس الواحد يتجدد ويؤمن، بيقوموا أهل الدنيا عليه وأقاربه. أنا سمعت كثير خسرنا الصبي، خسرناه للصبي لأنه آمن، بضل وجه بوجه الكتاب المقدس، مش هيك؟ مش حلو يطلع لنا هالصيت هيدا؟ بضل وجه بوجه الكتاب المقدس. أنا أمي بالأول، هلأ صرت أمي يعني غير شيء، بس إنه من قبل كان بيتنا صغير كتير، يعني أوضة ودار، فأنا نام بنفس بالدار مطرح ما أمي بتنام. فأنا أول إيماني بدي أصحى بدي أكل كلمة أكل، يعني عم ضوي الضوء أنا وعم بقرأ الكتاب، توع أمي هيك شوي تشوفني عم ضوّد عم بقرأ الكتاب، تطفي الضوء إنه دبر حالك دبر حالك، اطفي أسكر الكتاب أنا ونام أجع أقرأ مرة تاني. كنت أجي من الجامعة لقى 2 من رجال الدين ناطريني بالبيت، خير شوفي
بدها ترجعني على اللي كنت عليه قبل. فالدنيا كلها بتقوم عليك لما تقبل الرب. لكن نشكر الله، الرب اللي بيعطي نعمة والرب اللي بيكون معنا وبيقوينا. بعض الناس بصيروا يقولوا عنا معطرين، لك هول معطرين حرام، ما بيفرحوا مثلنا، احنا بنفرح بالعالم، ما بيسرعوا يمشوا وراء الأمور اللي نحن بنتلذذ فيها والملذات. فاتهم إنه نفوسنا شبعاني بشخص مبارك اسمه عظيم جدا، الرب يسوع المسيح. النفس الشبعانة شو بتعمل؟ تدوس العسل. وللنفس الجائعة كل مر حلو. أوقات الرب يشبعنا بكل شيء، ورغم هيدا نفوسنا بتدلت جوع لمؤاب، ولكن نشكر الله مش رعوث. رعوث شبعها وأغناها المسيح. أوقات مؤمن جديد بخلينا نخجل، بيكون حار بالروح، والرب مباركه. نحن صرنا سنين مطفيين وعم نتعثر بأمور صغيرة، وهيك كانت رعوث لكل شعب يهوذا بهيداك الوقت. خجلوا من قداستها، خجلوا من قداستها. فإذا تعرفنا على نعمة القداسة المفقودة، تعرفنا على رعوث القداسة المرغوبة، وآخر واحد رح أشوفه اليوم هو بوعز مع القداسة المعاشة. القداسة في كل الأزمنة وفي كل الظروف تنعاش. القداسة في وسط الغنى، لأنه بوعز ما تنسوا كان رجل غني جدا في وسط زمن يلي كان في ضيق وفي جوع وفي صعوبات. أهون بكتير أنه تسعى نحو القداسة لما تكون متضايق وفقير ومريض وتعبان وجوعان، ولكن أصعب بكتير لما تكون بحالة زمنية مرتاح والناس بدون أمرك تحت أمرك وتعيش القداسة. بوعز هتعرف عليه شو عمل بهالحياة هيدي، بنشوفه بإصحاح 2، ومعنات اسمه كمان مرة ثانية على المعاني. معنات اسمه بوعز أي الكلي القوة، الكلي القدرة. وشو رأيكم بمين بذكرنا؟ رب يسوع المسيح نفسه بعدد 3، فاتفق نصيبها في قطعة حقل لشخص اسمه بوعز. والمؤمنين بيتفق نصيبهم وين؟ في حقل الرب، دائما مع الرب. كيف نتعرف انه هذا الشاب مؤمن؟ من سلامه. بعدد 4 بيقولون الرب معكم. مش هيدا سلام المؤمنين؟ مثل ما نحن مثلا الناس مرة انا بيكون عم بيقولوا لي مرحبا كيف، اقول له نشكر الرب. انت انجيلي؟ نشكر الرب. انت دغري معروف انه بسبب الطريقه اللي بنقولها نحن. من سلامه عرفناه الرب معكم. وكمان يعني هو بوس مؤمن بيحب الرب، بيحيي العمال تبعه الرب معكم. وهذا الشغله حقيقه ما في كثير منا اليوم، انه تخيل تفوت على شركه مثلا يقول لك الرب معك، God be with you، انا ما بشوفه خالص. انا لما كنت اشتغل بشركه من قبل، لك قبل ما يقول لي مرحبا صاحب الشغل كان يقول لي فادي كم بيع عملنا اليوم، لك ما قال لي مرحبا بعد، بس بهمه يشوف النتيجه هل جبنا الشغل ولا لا. ولكن شو رايكم بالعمال كمان؟ ما كمان مؤمنين من جوابهم ليباركك الرب. ها الرب معكم ليباركك الرب. بص مؤمن، عمال مؤمنين، شو بدنا احسن من هيك؟ حتى اصحاب مصالح بالعالم بيتمنوا يشغلوا مؤمنين. ليش؟ لانه صيتهم حلو، لانه امينين. بي لما اجى بده يشتري شقه، بيباع شقه ارض عندنا، كان الشقه الوحيده اللي عندنا، باعها وبده يشتري فيها شقه ببيروت. بتلفلي بيقول لي بابا رح اشتري شقه انا، واحذر شو قلت له شو؟ قال لي انا كثير مبسوط انه اشتريها من هذا الشخص، لانه هذا مثلكم ما بيكذب. مثلكم. قلت له عال. ففي حتى صديقي تلفلي من لبنان لهوني، قال لي فادي فيك تحكيني مع الكنيسه تبعك بلبنان، لانه عم فتش على سكرتيره، بدي حدا من الكنيسه من عندكم. قلت له اف، قلت له لا، قال لي خي قديسات هونيك بالكنيسة عندكم، قديسات يعني بطمن بالي. خي شو هالصيت هيدا، له المجد، له المجد. فإذا هل بوعز عم بعيش كان القداسة في وسط هذا العالم، في وسط الغنى.
واحد كورنثوس 12 3 بيقول لنا ليس احد يقدر ان يقول يسوع رب الا بالروح القدس. ونحن كلمه الرب بالنسبه لنا ليباركك الرب الرب معكم، هيدي شغله تدخل ضمن حياتنا اليوميه. فاذا بوعز كان شخص قديس رغم الثروه اللي معه، بالوقت اللي فيه كانوا الناس بيستخدموا اسم الله على شفافهم وما بيعيشوا، كان بوعز عم بيعيش. ما استغل ثروته لاشباع رغباته، بل كان في كل شيء مطيع للرب، خاضع لصوت الرب رغم الظروف كلها اللي حواليه. كان في بسهوله يلف على القانون. لما طلبت منه رعوث انه يكون وليها، قال لها يوجد ولي اقرب مني، لازم حل المساله معه. ولحتى اشرحكم بشكل كتير سريع هون شو معناتها هالشغله هاي، لما اجت رعوث وكان زوجها مات، بحسب الشريعه لازم اقرب شخص لها يتزوجها لحتى يقيم نسل للي مات، فهذا يسموه الولي. فهي ظاهر بلشت علاقة الحب بينها وبين بوعز، فبيقوم بيقول لها بوعز بس أنا ما فيني إجي أطلبك أتزوجك لأنه أنا مش الولي الأقرب، في واحد تاني قبلي. كان فيه لف على القانون ويروح لعند هذا الولي يقول له ليك خد هيدا مصاري مثلا، شو بدك حل عنا، أنا بدي أخذها لقلي مرة. فإذا كان فيه يعمل 100,000 طريقة، ولكن فضل يمشي بنفس الطريقة اللي الرب رسمها بشريعة الرب، ونطر لحتى الولي الأول يفك، أي يقول ما بدي أنا، لحتى هو يجي يدخل على الخط، وهذا اللي صار. هل يا ترى الظروف المعيشية هي اللي بتخلي الواحد قديس أو لا؟ أبدا. رعوث كانت قديسة في الفقر، وبوعز كان قديس في الغنى. البعض بيقول بس يصير معي شوية مصاري لحتى أقدر صير مرتاح، وساعتها بتعمق بالحياة الروحية. مش صحيح. اللي ما بيقدر يعيش الرب للرب هو فقير. إذا اجت المصاري بتخربه. اللي ما بيقدر يخدم الرب الوقت القليل اللي عنده ما رح يخدمه بالوقت اللي الكتير اللي رح يصير عنده يوم من الأيام. سر قداسته لبوعز هي الإيمان، إيمان عملي، إيمان ظاهر في حياته، وإيمان هيئته متربيه من صغير. تربية إلى كتير أهمية، إلى تأثيرها، وخاصة الأم بتربية الأولاد. بسفر أخبار الأيام الثانية إصحاح 12 بخبر عن الملك يلي كان شرير اسمه رحبعام ابن لسليمان، بيقول عنه العامل الشر لأنه لم يهيئ قلبه لطلب الرب. العامل الشر لأنه لم يهيئ قلبه لطلب الرب. بس بيقول قبل شوية عن اسم أمه، اسم أمه قال نعمة العمونية، بيذكرنا باسم أمه تحت يقول لنا كيف تربى هيدا الشخص. الأم عمونية يعني تمسكت بآلهتها ورفضت عبادة الرب ورفضت كل شيء عن الرب. وشو أصلاً أقولكم كانت تخبروا شيء عن الرب؟ أبداً. مش هناك طلع فاسد وطلع غير مؤمن. بس بوعز اسم أبوه سلمون، ومذكور عنه بمتى 1:5 لما يذكر السلالة كلها، بيقول إنه سلمون كان بيو، واسم أمه احذروا مين؟ رحاب. رحاب قصتها عظيمة جدا، نتعرف عليها بيشوع 2. كانت أمه أول شيء أممية، كانت زانية من أريحة، بس آمنت بالرب وقالت على صوت عالي ومن قلبها لأن الرب إلهكم هو الله في السماء من فوق وعلى الأرض من تحت، اعترفت أنه هو الله الحقيقي. وهذا الشخص اللي تربى بوعز على إيديها شاف فيها اختبار الخلاص وتعلم منها طريق الرب. قديش مهم يا أمهات تربيتكم في طريق الرب للأولاد. وهلأ عم يتعرف على رعوث اللي قصتها بتشبه قصة أمه، اختبرت الرب في أرض بعيدة وعم تعيش القداسة في يهوذا. بوعز أحبها لرعوث يمكن من النظرة الأولى، بس بعرف أنه هيدا رمز لمحبة المسيح لألنا. بالوقت اللي فينا كنا نحن ما منحب أبدا، أشرار خطاط غسلنا بدمه وفدانا. الصرخت وسجدت وقالت له كيف وجدت نعمة في عينيك حتى تنظر إلي وأنا غريبة. ونحن مش هيك بنقوله للرب كيف حبيتنا ونحن خطاط، ما منستاهل محبتك، أعداء في الفكر والقول والعمل.
أنا ابني الكبير هلأ صار عند الرب ويليام، بتذكر شغلة صغيرة كتير أمور بتذكرها منه، بيذكرها هيك عن الرب وبيحكيها عن الرب، بس هاي الشغلة بتذكرها كتير لما كان صغير قال لي بابا مش عم بفهم، أنا مش عم بفهم كيف هيك يعني الشيطان عمل شر والرب شحته من السماء. طب ونحن استعمل هالكلمة بالفرنساوي ميشان وحبنا كيف؟ له المجد، نحن وأشرار أحبنا، محبة عجيبة، أسلم نفسه لأجلنا حتى يفدينا ويخلصنا. بعد يطلع بعرض 14 بيعطيها لحتى تاكل على المائدة، قال فأكلت، أكلت وشبعت وفضل عنها. هيدا الشبع الحقيقي لما يكون على مائدة الرب، هيدا الشبع الحقيقي اللي ما بينقص منا شيء. الأفتح قوى السماء شو بعمل فيكن؟ بفيد عليكن. اللي يفتح يمين ويشبع كل حي رضا. هل شي مرة جينا لعند الرب وفلينا جوعانين؟ بطعمينا، بشبعنا، بفيد عنا، له المجد. كيف تخلص القصة يا أحبة؟ رعوث وبوعز تزوجوا وجابوا ولد اسمه عبيد، وعبيد تجوز وخلف وجاب مين؟ يسى، ويسى خلف وجوز وجوز وجاب مين؟ داود، يلي من نسله إجا الرب يسوع المسيح في الجسد. كانت الأم منتظرة داود لحتى يجي، وكمان ما خلصت هون. بعد فترة من الزمن بيصرخ النبي ميخا بترنيمي مجيدي، أما أنت يا بيت لحم أفراطة وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل وما خارجه منذ القديم، منذ الأزل، منذ الأزل، الرب يسوع المسيح. ولما صار الوقت شاءوا الملائكة السماء وقالوا ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، قد ولد لكم اليوم في مدينة داود شو؟ مخلص، هو المسيح، هو المسيح الرب. بالأخير يا أحبة، شو الدروس اللي بدي اتعلمها، بدي أخذها لحياتي في هذه الرسالة؟ نعمة، القداسة المفقودة. رعوث، القداسة المرغوبة. بوعز، القداسة المعاشة. أول شيء كلمة للخي اللي بعد ما اختبرت المسيح كمخلص لإلك، اوعى تفكر أنه بالعالم رح تشبع، العالم ما بيشبع. كل ما تغرف بدك تغرف أكتر. من يشرب من هذا الماء يا خي، كيف تشرب وتعطش؟ ما بتزبط هاي. إذا شربت لازم ترتوي، لكن العالم بيعطشك. معك سيارة ماشي حالك، بدك سيارة أعلى بكتير، تطلع على غيرك لك ما شو سيارة الحلوة اللي معه إياها، بدي يصير معي مثلها. بتغرف وبتغرف وما بتشبع، لكن يسوع وحده بيشبع. مزمور 36 بيقول لأن عندك ينبوع الحياة، بنورك نرى نورا. إرميا 2 قال شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المياه الحية. وشو عملوا؟ حفروا أنفسهم، قال نكروا أنفسهم أبارا، أبارا مشققة لا تضبط ماء. اليوم عندك فرصة أنك تتوب وترجع لعند الرب، وظرفك اليوم صدقني صدقني أحسن من ظرف رعوس بهذاك الوقت بكثير. اللي ما بيشتغل هون بيقدر ياكل ويعيش، اللي ما بيعمل شيء بيقدر ياكل ويعيش. ما تقلي ظرفي صعب. نعمة عم تقلها ما تجي، روحي لعند آلهتك. نحن عم نصلي وبنصرخ وبنطلب وبنعمل حملات لحتى تجي، مش على الكنيسة، لحتى تجي لعند الرب وتقبله مخلص، مخلص لإله لإلك، وتذوق محبته. تاني خي المؤمن، في 4 دروس بدك تتعلمها اليوم لإلي ولإلك من هيدي الرسالة. أول شيء، أفضل 1000 مرة أنه نجوع تحت إرادة الله من أنه ناكل في خبز العالم ونحن بالعالم بعيد عن الرب. المكان الوحيد لابن الرب هو تحت سقف الرب ومشيئته وفي حقله. لما بدنا نفتش على الاكتفاء في العالم ندفع ثمن غالي جدا. نعمي خسرت وما رح تقدر تعود السنين اللي ضيعتها في مؤاب خارج طاعة الرب، ولكنها ربحت أخيرا فرح الرب من جديد شهادتها، وهيدا فقط من نعمته، لأنه ما بتستحق شيء كانت نعمة، ولكن من نعمة الرب.
تاني درس لازم تعلمه، احذر من نصائح مؤمن جسدي فاتر ضعيف. نصائح نعمي ما كانت بمحلها، روحوا ارجعوا لعند الهتكم وروحوا موتوا هونيكي وخليكم مع اهلكم. شو هالحديث هذا؟ شو هالدعوه هيدي؟ او شو هالنصيحه من مؤمن الى غير مؤمن؟ لان النصائح جسديه. بدك نصيحه مؤمن، اسال الروحي اللي حياته واضحه بتمجد الرب. ثالث رساله او ثالث درس، رغبتنا تكون رغبه مقدسه، لازم رغبتنا تكون رغبه مقدسه. رعوث كان عندها الرغبه اسمى من الخبز والاكل، اسمى من الزواج. قررت ان تتبع الله الحقيقي الوحيد وما ندمت. رب يعينا انه رغباتنا تكون ساميه، رغباتنا تكون روحيه، رغباتنا تكون سماويه. الكتاب بيقول رب الحكي بسموئيل اكرم الذين يكرمونني. كان لو بدها بس عم تسال عن الخبز والزواج يمكن كانت لقيتهم، بس شو كانت طلع لها بالاخر؟ لكن لما طلبت الرب اول شيء طلع لها احسن رجال بهداك الوقت، افضل رجال كان بهداك الوقت بوعز، اغنى واحد وافضل شيء اخذته لانه أكرمت الرب. أكرم الذين يكرمونني، أما الذين يحتقرونني فشو بصير فيهم؟ يصغرون. رابع درس، القداسة ما بتتعلق بالظروف الخارجية. إذا ما بنقدر نبلش القداسة في مؤاب ما راح نصير قديسين في أرض يهوذا. إذا ما بنقدر نكون قديسين بالغنى، لو خسرنا كل أموالنا ما راح نصير قديسين، والعكس صحيح. تذكر شو قال الرسول بطرس، صح بطرس الأولى صح واحد وعدد 14 ل19، ليك شو بيقول هالكلمات. بيقول كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم، بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. لأني أنا قدوس. وإن كنتم تدعون أبا الذي يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد، فسيروا زمان غربتكم بخوف، عالمين أنكم مستدين لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح، دم المسيح المبارك. بهذا الدم يا أحبة اشترينا الرب. حرام ما نعيش على مستوى القداسة المطلوبة. قصتنا صحيح بلشت بجوع، ولكن بشو خلصت؟ خي خلصت بالشبع. بلشت بمأتم وحزن وانتهت بعرس، بعرس. ونحن أي عرس بينتظرنا يا أحبة؟ عرس عشاء، عرس الخروف، عشاء عرس الخروف، لما بيجي العريس وياخدنا لعنده ونكون معه إلى أبد الأبدين. هاي اللحظة الوحيدة ناطرينها نحن هلأ يا أحبة. أول حدث رح يحصل نحن ناطرينه لما يجي الرب ونسمع صوته كصوت بوك، وكلنا رح نتغير في لحظة في طرفة عين حتى نلاقي الرب في الهواء، وهكذا نكون معه في كل حين. له كل المجد اللي هنا صالح المبارك. اسأل حالك السؤال، وين أنا من القداسة اللي الرب طلبها مني؟ وين أنا من القداسة اللي أنا الرب طلبها مني؟ إذا أجى الرب اليوم هل رح كون بلا لوم؟ هل رح أخجل في مجيئه؟ ولا هل رح كون جاهز؟ قل له نعمًا يا رب، شكرًا يا رب لأنه جيت. واسمع منه هذا الصوت، نعمًا أيها العبد الصالح، كنت أمينًا في القليل فأقيمك على الكثير. رب يعطينا نعمة، دعونا نصلي. سامحني يا رب على قلة قداستي، قل له هالكلام من كل قلبك. سامحني يا رب لأنه عيوني في العالم، سامحني لأنه قلبي أوقات في العالم، سامحني لأنه بعدت عنك. خليني أتعلم من رعوث وإخجل وارجع لعندك يا رب وعيش لك. القداسة المرغوبة، القداسة المطلوبة. أعطيني نعمة يا رب حتى أتعلم من أخطائي وأسلك في حقك، وشيل من قلبي محبة العالم وشهوة العيون وتعظم المعيشة، وكون أنت أول والآخر في حياتي. أنا أعيش القداسة اللي أنت بتطلبها.